خسرتك يا زول، اقسم بالله قلت لهم حياة الله نموت معاكم عادل، ما تقول لي عطوي ولا تقول لي زفت الطين. وما كلام جوز انت هسي باري باري ابوك ابو عيالك ده امشي باري، وهسي حمتي وذكرك وباقي رجالك ده امشي باري كويس. ده كل شيء مالي يا احمد، تحشونا يا حشيتونا طلعتوا ميتين ابونا زاد، ما انا صرخ ولا بتاع، امشي احكم الدوله دي انت صعلوك ولا شنو؟ انت خالق عدو براك من راسك يا زول. عدوك الاحزاب دي امشي لا عدوك الجيش، امشي امشي للجيش ده مالك بتتشكشك من بيت، ما هو تمشي تكلم مالكم على اهل الناس مالكم على المواطنين يا زول، احشكم كلكم يا اخي. لما يخلط زول منه عمار ده ما بيغلط في الناس كده، جينا قلنا امك واختك واهلك وجدك ولا كلام ده، انت يا عيسى لما بتغلط جينا قلنا لك امك واهوك وعطاوة وزفت الطين وبتاع وناي وليه بيعملوا كده وليه بيعملوا كده، دارت توصلوا الناس المراحل البعيده دي كده، ترد لي حياة ديك حياة امشي رد لها. ده قال ده براها فترد له، شنو اهلكم شنو طوالي اهلكم ميتوا وناسكم وبتاع شنو شنو حاجة مؤلمة خلاص يا أخي، مؤلمة خلاص يا أخي. تتخيل الناس دي ماتت وثورة وبتاع هناي، طلعوهم لك برضو دارين عيش، طلعوهم لك ولا أي حاجة، والواحد والله بيطلع من بيته أقسم بالله ما دار أي حاجة، أهله مكفنه، أهله مكفنه بالحلال ما مكفي البشير، وطلع ومات ذاته عشان دولة. أنت الدولة أنت ما مقتنع بها يا زول، أنت عدو نفسك، أنت فعليا عدو نفسك يا زول، أنت عدو نفسك. صراعك قبلي، صراعك ما سياسي، صراعك للاسف قبلي يا زول. اتقبلوا الكلام ده من ايديولوجياتكم، الحركات المسلحه صراعكم قبلي يا زول، قبلي بحت، ما عنده علاقه بسياسه ولا عنده علاقه باي حاجه يا زول، كله مبني على شفته، مبني على الكراهيه ومبني على شفته على الجمع ومبني على اي شيء. ما ده دي حركاتكم كده يا زول، دي حركاتكم كده. الليله مجتمع دارفور ده جوه مجتمع دارفور ده ذاته، جوه مجتمع دارفور ده 600,000 حركه. الناس اللي هسه بيجوا مناصب ده على اساس انه هامش وبتاع، وهنا بيجوا مناصب ده ذاتهم في ناس فيهم في القبائل الثانيه ما دخلوا فيهم ولا ديل ما عانوا. ده ما صح ده ما كلام، ما في ناس هسه وده حكام كلهم من حته واحده. طيب باقي الناس وين؟ باقي القبائل كلها وين؟ قبليين يا خلق الله قبليين، والله يسعى عليك ساعه انت يا زول، والله ما نتلم ليوم الدين في والله ما نتلم اقسم بالله في البلد دي ليوم الدين، والله العظيم والله اللي بخاف ذنبه اقسم بالله وحياه الله تبدا بس انت على دينك ابدا بس، كان اوريك ركوب الراس كيف يا اخي عبر متحدثين انكم ديل سنتين لا حكومه دار تاخذ لا دار تتصرف ولا جهه ولا بتاع، اطلع كبيرهم الذي علمهم السحر بيتكلم لك في الكلام ده. اول والله اقسم بالله العنصريه في البلد دي اقسم بالله ما فاضيه لامريكا ذاته، أسوأ بلد كراهية كده عمياء للزول الثاني، والزول الثاني لا جاك ولا قتلك، يا زول ثاني الزول اللي شفته ذاته أنت مش شايفه دي كراهيتك؟ ولا وما دار وما راجل ما دار تواجه، ما دار تواجه، والله ما دار تواجه. أنت قلت مرة ويدي الليل خليني نمشي مرة، طوالي أنجز أمشي. لا من الرجال اللي بواجهه. بس لوك 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 ساي، غدار، عفن، هاغد، أبو شكلك. ولا دار تحل ولا دار تتقبل ولا دار تعمل، والطرف الثاني اصلا ما شغال بالكلام ده كله، من شاف اللي يحكم يا زول، انت حاكمني وديني الجنه انت، ما تحكم يا زول، حكمك 64 سنه من جغرافيا معينه، شيل يا زول امشي اتخارج يا زول، احكم انت ده ماسكك منو يا زول؟ مشكلتك مع احزاب سياسيه، مشكلتك مع نظام كان فيه من اهلك ده، لكن انت نكار وعفن. انت الناس اللي لسه قاعد معاهم ده هم كانوا الاخشي اللي عملوا الاجرام ذاته، مشوا غشوا ذاتهم، يعني تبريرك ذاته بتاع بطاله. بطالة استغلوا ودوا وعملوا، هل ده تبرير؟ هل ده تبرير لك؟ داير راس الهوس، راس الهوس اسي في السجن، داير راس الهوس الثاني بتلقاهم برا، امشي في مصر جيب المرغنيه دي خدتهم في السجن، طيب امشي جيب الصادق المهدي ده خدتهم في السجن، جيب عيال وديهم السجن، جيب اي زول جيب اهل الترابي جيب اي ودي السجن. الحاكمينك ديل اللي كانوا جيب الدقير وجيب اللصم وجيب الناس الخانوا نازل ادعهم في السجن، طيب اللي انت اصلي قاعد معاهم سمنه على عسل ذاته، كان انت كان حركاتك كان حمدتي وبتاع كان غيره، وتحاكم الناس اللي كان لسه مرميين ديل من النخبه ذاته ديل مرميين لسه في السجن، طيب ده كله كويس، اجاب اهل الناس شنو تاني؟ اجاب اعراض الناس شنو؟ اجاب امي انا شنو؟ اجاب امه زول الثاني شنو؟ اجاب حبوبته شنو؟ اجاب جده شنو؟
لما تطلع بهناك برضه بتاعت الجنوبيه دي تمشي تقول لهم الناس كلهم ما عارف شنو، كله كانوا زمان وخلوا النسوان كويس، ويعني كلام سيء. اقول لكم الكلام السيء، نانيات الخوله دي الشمالين ديل، الشمالين ديل باعوا عيالهم كويس، وعشان كده نسبة الفحولة بتهم قالت ما عارف شنو كويس، وعشان كده النسوان بتاع عندهم، ولما واحدة تتزوج غرابي كويس ما بتفكوا، لكن لما تتزوج التاني الشمالي سهل جدا تمشي تشوف لها تاني. قالت شنو قمة ده شنو يا اخي، انتوا اظن ان احنا مركبين تراح ولا شنو، هنا عالم ميتين ابو جاب كسم ابوكم ذاته. انت دار تصل ولا شنو يا ناس؟ دار تصل لشنو يا عيسى انت؟ دار تصل لشنو يا باقي الجزم هناك؟ هل ده خطاب سلام ولا ده؟ وكمان المستفز والامر انه في نهاية اللايف الواحد يطلع يتكلم لك كلام يقول لك لا لا انا كده مرة ادق كده عشان ديل ما ينبسطوا، مرة ادق كده يتازول. هاي انت ما زول دار يحكمكم انتوا ولا شنو؟ انت ما زول دار يتكلم، ما زول دار يلمكم ولا شنو؟ وي والله العظيم، والله العظيم بنركب معاكم راس تاني شفتها، وبننزل معاكم انا اهلي يقنعوا مني هسه، انا بقول لهم هنا من الليله اهلي انا اقنعوا مني عديل انا تاني. إذا ماشيين في الخط العفن ده بنمشي معاكم، بنخجل الناس جوا مجتمعاتها. والله نفرج العالم ده، نوريهم نقول له في دولة معفنة اسمها السودان كويس، إنه ناس بياكلوا في بعض بالطريقة القذرة دي. بنوريهم، وطلعوا من ثورة كانوا متحدين، طلعوا من ناس بيموتوا حابة الطلقة، ده بموت في أخدها كويس، بانش أوف كلاونز مهرجين قاعدين في أوروبا ساقوا البلد للدمار، ساقوا البلد فرقوها حكومة بتعاين، بل التعليمات ذاته جاية من ناس قاعدين جوا الحكومة بذريعة انه استغلوهم، استغلوهم حكمونا، استغلوهم. حكمتك انا؟ اخذت حقك انا؟ اذا مشكلتك انت، مشكلتك انت نفسية بحت، اول حاجة مش حلوا مشكلتكم النفسية كويس. لو جينا اكشوال سيتويشن الان، الواقع الان بناء على اتفاق عندنا لكم الف مرة، اتفاقك ده الان من الحاجات اللي انت بتقول المؤسسات وبتقول عفنك ده كله، انت الان جوه السلطه ولا نقصت مني اي شيء انا، يعني بقيت وزير بقيت رئيس، انا مالي، انا بتشيل مني شنو؟ انا مثلا قاعد هنا في مراوي اللي بتقوله دي، انت من ناوي ده بقيت رئيس، انا ما شنو كرمنا كرعا الله بنقص شنو؟ انا انهي امتياز انت بتشيله مني لما دار تحقق عداله فعلا كان نظام مسؤول عنها، انه كان بيفضي الناس على ناس. انت لما تحقق توازن في الدولة وبكل الروح وبالثورة الطلعة دي اللي هو الثور دي، في عيال ماتوا هنا ما محتاجين الله ده عشان يجيبوك انت ده، انت بتقاتل من 20 سنة، شردت اهلك طلعت دين دينهم ما جابوا لك حاجة، جابوا لك العيال ده اللي دخلت الخرطوم الليلة اللي بيتكلم معاهم الكلام الشين ده، اللي بيطلع عبد الله النواي واللي بيطلع حميدتي واخوه باقي الصعاليك ديل، لو ما كان نفس الناس ديل، لو ما العيال ديل اللي بتسيبوا في امهاتهم ولا بتقدروهم ولا بتقدروا الصيغه التافهه بتاعتكم دي، لكان نفس الليل عبد الرحيم ده قبل كان بيقتل في اهلك هناك. يا هو اللي انا غلطان؟ ده ما كان نفس الزول كان بيغتصب وبيقتل في اهلك، هو ذاته نفس الزول، صح ولا انا غلطان؟ طيب قعدت اتصالحت مع بعض، انا فاقد شنو؟ انا في امتياز فاقد شنو؟ ما اللي يصرخ اللي يصرخ، الصرخ ده الرافضك ده بطريقه عنصريه نتنا زيه ترد له، ونحن بنطلع كنا نرد له، كنا لما زي حياتي دي لما تطلع نقول لكم دي كوزة عديل وبنرد لها وبنغلطها، مع انه برضه ما بتستهدف اعراضك، ما بتخش جوه بيتك، لكن انت بعد ده ما عاجبك العجب، فرتكوا ميتين ذاتي يا ظلم. ده بلد تافه ده يا اخي، ده بلد حقير ده يا اخي، ده مليان بل ده بلد هو بنموت معاكم والله، هو والله بعد ده بيموت معاكم عديل، والله الكلام اللي بيقول لنا والله نموت معاكم عديل، نوبة فوق يا زول، والله نموت معاكم. لموا يا خلق الله يا، وده إذا الخطاب بالطريقة دي، إذا ده الخطاب من الليلة وقدام أي زول محترم في الصفحة دي يمشي طوالي، ما في احترام تاني إذا ده الخطاب بالشكلية دي.
والله قدرنا نمسك لساننا ده ما نخش تاني جوه حتى ما كويس. السلام عليكم.